السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ممكن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق يكون متحيز ضد عرق معين أو ضد جنس معين؟ هل ده حاجة ممكنة؟ وإيه الهدف من حاجة زي كده؟ ده اللي أثارته جوي بولا موني، دي طالبة دراسات عليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي بتجرب برنامج تعرف على وجوه اكتشفت ان البرنامج مش تعرف على وشها، قالت ممكن يكون خطأ، فجابت زملائها في المعمل تعرف عليهم كلهم ما عدا هي. فهي جابت قناع ابيض اللون، مجرد بس لو انت وشها كده ابيض اتعرف عليها على طول. ممكن تكون تجربة بسيطة لكن بتوضح ان في تحيز للذكاء، تحيز الذكاء الصناعي ناحية عرق ضد عرق اخر، والموضوع ده خطير. فهي عملت حاجة اسمها ربطة العدالة الخوارزمية من سنة 2017، بحيث إن هي تتعرف على جميع الوجوه. طب إيه سبب الموضوع دوت؟ وهل في حد مثلا كتب شفرة في كود يتعرف على الناس البيض وما تعرفش على السود؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع المعلومات اللي إحنا بنغذي بيها الكمبيوتر، كان الناس اللي شاركوا في الموضوع دوت أغلبهم كان بيض، فأصبح في قاعدة بيانات قوية جدا في النقطة ديت، وده اللي وضحوه لما جم استخدموه في المطارات. ففي مفروض ان في كاميرات موجودة ويبدأ يتعرف على الناس، ويبدأ يتعرف مين اللي عنده توتر ومين اللي قلقان والحاجات دي كلها. وده حسب معهد بحوث اتصالات تقنية المعلومات بالمملكة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ان لقوا ان في مشكلة. تمام، فلما بيكون في عرق اخر هو ما تدربش عليه، لان هو كان اغلب التدريب على الناس اللي في امريكا وكندا، فهو بقى عنده قاعده بيانات قويه بيقدر يتعرف عليها. الباقي لسه ما خدش فرصته ان هو يبدا ان هو يتعامل معاه. وفي جامعه في اوتونوما في اسبانيا في مدريد قعدوا يحللوا قواعد معينه للتعرف على الوجوه، حطوا كام هويه، حطوا تقريبا 1.5 مليون صورة مع 64,000 هوية، من بحيث ان هو يبدأ يتعرف عليهم. فلو ان مع الناس اللي هم البيض بتبقى النسبة اعلى، وفي ناس اللي هي الجنسيات الاخرى هنود وبتبقى النسبة اقل. اكيد العلماء هم بيبدأوا يشتغلوا على تقنية التعرف على الوجوه كانوا عارفين ان في متغيرات ممكن ما يبقاش التعرف دقيق زي دقة الصورة وتعبيرات الوجه العمر، لكن الخوارزمية اتطورت وبقت بتطور نفسها ونفسها، ولسه عامل المطابقة والخطأ ده لسه موجود، وبالذات مع السود. أنا أسف يعني مفيش عنصرية ولا حاجة، بس رغم إن الآسيويين بيمثلوا 35% من مجموع سكان العالم، لكن كقاعدة بيانات حتى الآن 9%. الموضوع مش حد كتب كود بيقول له عنصر او دول ما تدهمش اهتمام او، لكن الموضوع كله عبارة عن المعلومات اللي دخلت له. يعني في انبوت، لو الانبوت ده فيه حاجة غلط، في مدخلات في مدخلة فيهم غلط، ممكن يؤدي لنتائج فيها تحيز، لكن يعني هي نتائج كارثية، لكن نقدر نحن نتعامل معاها ونعدل الكود وننتبه للكود. المشكلة لما تكون احنا نتعامل مع تقنية زي التعلم العميق، فاحنا مش عارفين هو خد القرار بناء على ايه. فمثلا كانت احد التجارب التوظيف في الامازون، ان هم بيدوهم السيفيهات القديمة وشوفوا مين كم واحد عين وكم واحد كمل في الشغلانة والحاجات دي كلها، وبدأ هو يعمل يشوف السيفيهات ويبدأ ان هو يختبر ويرشح بعض الحاجات ويحط بعض الحاجات على جنب، فاكتشفوا ان عنده تحيز ضد النساء. تمام، دي لقوا في الخوارزمية بيعين رجالة بس. ليه عنصري؟ لا هو مش عنصري، بس هو شاف السيفيهات اللي قبل كده ولقى ان نسبه كبيره جدا مثلا من اللي اتقابلوا ستات ما كملوش في الوظيفه، حاجات زي كده. فنتيجه كده بقى في نوع من انواع العنصريه اللي لما الاعلام بيحس بيها ممكن تؤدي لمشاكل في الشركه، ان الشركه دي ما بتعينش غير رجاله بس. تمام، فده بيؤدي ان الشركه تبقى سمعتها عنصريه، فلازم ان هم يعالجوا الطريقه تفكير الكمبيوتر. في مثال اخر كان سنة 2014، وبرضه موضوع امازون ده كان 2014.
في فتاة أمريكية اسمها بريشا، وهي وصديقة ليها لقوا دراجة وسكوتر كده غير مقفولين في الشارع فاستخدموها، ولهم مش قادرين يركبوها فسيبوها وانصرفوا. تمام. ففي واحدة غيرت وراهم وقالت ده دي حاجات أطفالي، فهم كان أبلغ الشرطة واتأمل قطع عليهم. ما حاجة تافهة يعني، الموضوع كله مش مستاهل. لكن هي بريشة دي كان عندها سجل إجرامي قبل كده، وفي نفس اللحظة أو في نفس السنة كان في شرطة ألقت القبض على واحد عنده 41 سنة اسمه فيرنون، لأنه قبض سرق أدوات بقيمة $86 في أحد المتاجر. تقريبا هما الاثنين سرقوا حاجات بنفس الحجم. لكن براتر كان قديم في برضه بأن هو جريمة قبل كده. تمام. فخلال المحاكمة استخدموا الذكاء الصناعي عشان يقيم المخاطر لكل منهم والتنبأ باحتمالية إنهم يرتكبوا الجرائم قبل كده، بحيث إن هو ممكن ياخدوا عفو أو سجن مخفف أو إن هم يسجنوا فترة المتاحة ليهم. بريشة كانت سمرة، فالنظام صنفها على إنها ذات خطورة، والتاني كان أبيض البشرة، فإن هو صنف على إن هو منخفض الخطورة. بعد 2 سنين من المحاكمة بريشة ما عملش أي جرم خالص، بينما فرنون عمل جريمة تانية ودخل السجن لمدة 8 سنين لأنه هو اقتحم مستودع وأسرة أجهزة إلكترونية. ما كانش بسبب إن في كود بيقول له لما تلاقي حد أسمر أو أسود اسجنه، لأ هو بيبدأ يشوف الجرائم اللي قبل كده، في ناس مثلا سود اتسجنوا فخرجوا هل ارتكبوا جرائم ولا لأ، فبيصنفهم لأن هم نسبة أكبر، لأن توظيفهم بيبقى صعب في المجتمع الأمريكي، فصنفها إن هي عشان هي سودة تمام لازم انها تعمل جريمه بعد كده. فده تحيز، ده تحيز. الحل ايه؟ الحل ان هي يبقى في حاجات في الكود تؤدي لعدم تكرار هذا التحيز. تمام. هي الموضوع موضوع ان ده خطا انتبهوا ليه. المشكله بقى ان ما ينفعش ان احنا نثق في التعلم العميق، لان هو ده اللي ما بيدينش هو خد القرار بناء عليه. يعني ما ينفعش مثلا نديله الوزارة الدفاع قدر مثلا سبب من الاسباب قال لك انا هضرب الدوله اللي جنبيه، سبب من الاسباب اتجنن وقال لك انا هقضي على نص البشريه لان هو بيمثل خطر عليا، او لو قضيت على نص البشريه النص الثاني هيعيش. فدي هي دي الفكره اللي لازم نخلي بالنا منها.